غير لجنة التحكيم في شخصين أساسيين والناس بتحبهم من بداية هالبرنامج من الموسم الأول للآن، وهم طبعاً ريا أبي راشد وقصي خضر اللي مهمته مش سهلة أبداً. فغير تقديم البرنامج كمان بيحاولوا أنهم يتفاعلوا مع المواهب بالكواليس بعد وقبل التصوير، وكمان بيحاولوا يساعدوهم ويعطوهم معنويات ويخففوا عنهم الستريس. وبهالموسم حنشوفهم بلوك جديد، وخاصة قصي اللي عمل نيو لوك وصبحي قابلهم بالكواليس. نايماً. نعم الله عليك. وين الشعرات؟ الشعرات معلقين في الجدر عندي في البيت. حطيتهم عن جد؟ أكيد. وبتفكر إنك تبرع فيهم أو هيك شيء مثلاً؟ والله يعني مين يبغى ياخذ دريد لوكس عمرها 7 سنين كانت جزء من حياتي، لو كان شعر عادي أكيد. طيب مدام كانت جزء من حياتك، شو خطر لك؟ يعني شو السبب؟ شو الريزن كان؟ أنا وصلت إلى نقطة إنه يعني زي ما تقول إيش، لكل بداية النهاية. وأنا أعتقد إنه أنا لما بدأت عملت شعري بهذا الستايل عشان أنا كنت أبغى أعيش هذا الجو الستايل ده. بدأت 2011، قلت لما أوصل إلى عيد ميلادي في 2018 بعد 7 سنين أحلقه وأدخل بلوك جديد، وهذا اللي صار. يعني هلأ ما رح ترجع تطورون؟ لا، ما أعتقد إني حربي شعري بعد كده خلاص. والله عن جد؟ بس قصي بيبقى عنده سيجنتشر ستايل اللي بيميزه، وما بيخاف يعمل ميكس أحيانا بالملابس. بما أنك غيرت لوك شعراتك، حتغير لوك ثيابك؟ حتصير أكتر رسمي ولا حضر كاجوال؟ شوف، أنا ممكن غيرت اللوك بس ما غيرت المنتاليتي حقت الهيب هوب. اي نعم، الواحد كبر، فحتشوف قصي هو قصي نفسه، وبرضه في نفس الوقت قصي عنده الستايل الاخر اللي هو سوتد اند بورد وكلاسيك ومدري، وممكن حتشوفوني في مجالات اخرى غير التقديم وفن الراب والهيب هوب. تمثيل؟ اه، انت قلتها بنفسك. عندك مسلسل؟ شغالين على كم حاجه ان شاء الله. ومو بس قصي راجع بقوة، فرايا اللي صار لها 5 مواسم معه بأربز جات تالنت كتير متحمسة للموسم الجديد، مثل ما كان واضح بهالفيديو اللي نشرته على انستغرام. We're filming tomorrow. That's it. It's starting. Aaron's got talent season 6, baby. كيف هالموسم؟ حلو كتير، ونحن مشتاقين كمان لجو البرنامج للمواهب، لنكتشف ناس جديد من كل أنحاء الوطن العربي، مواهب جديدة نتأثر فيهم، جولدن بازر، إنه في هيك تعدد بالعواطف لما نسوي جات تالنت. لحظة تاريخية، اللجنة كلها موجودة في المسرح. تعدلي. قصي، أكتر شيء بغرغر دمعك فيه، يعني يمكن يكون مو شغلة بتأثر بس ممكن يكون موهبة من كل قلبها هي تالنت صراحة، تكون يعني مواهب مختلفة جدا، يعتمد على إيش اللي بيقدموه. ممكن يكون رجل كبير، طفلة صغيرة، أحد يلعب آلة موسيقية أو طريقة غنى ويكون لمس فيها قلبك ولا أعطاك قشعريرة ولا هذا، وخاصة بعد ما يخلصوا تشوف ردة الفعل حقت الجمهور ولجنة التحكيم، هذا اللي تخلي الواحد عن جد حاسيسه تنهز شوية. وعلى طول ريا الدمعة في عينها، فأول ما أشوفها تقول بلاش ريا تبكي، حتبكي حبدا أنا بلاش. ومع بداية كل موسم تعتمد ريا إطلال جديدة، فحبيت أعرف هالمرة شو محضرة. ليش لبسة أسود؟ لأنه هيدا الستايل يلي اخترناه لحلقات جوت تالنت للتجربة الأداء. أنا بعرف اللي يلبسوا أسود مشان يضعفوا حالهم، وأنت ضعفان كتير. عن جد؟ أوكي، بتضعف حالي أكتر. يعني أنا كتير بحبه لسيدريك حداد الستايلست تبعي ببيروت، ودايما هيك بنصير نفكر بلوكات مختلفة. أكيد أنا بكون بلندن وما بلحق أختار شيء، وهو هيك عنده العين بيعرف يلي بيلبق وكل شيء. نجرب نعمل شيء مختلف كل حلقة مباشرة. يعني هلأ مع السوشيال ميديا وكل شيء صاروا هالقصص أهم بكتير من ما أنا حابة أعطيهم أهمية. يعني أنا بحب هيك ركز شوي على الأداء وعلى التقديم. وكمان في شيء تاني دايما مركزة معه ريا بالكواليس. صرت أعرف أنه بنتك دايما معي. بالأوديشنز دايما، بس أعمل اللايفز ما فيني أجي معها نهارين بالأسبوع. بس بالأوديشنز هلأ لأنه بعدها صغيرة بجيبها معي بتكون بالكواليس. بس هلأ مريضة شوي بأول نهار تصوير بقى، بدها مامي بس تشوفني بتصير تبكي.